شهر مبارك. أكيد الكل ناطر حزورتنا لليوم. بقالب خشب كون مخبى وحشويتي عالدلال مربى، بالمعلمع بس تخبزوني بالصواني وبتقدم بالأعياد والتهاني. خلونا نشوف سوا شو الهدايا ناطركم. جلسة هوليوود بيل لبشرة مثل نجمات هوليوود، تقدمة بيل دو باري. قسيمة تجميلية من رانيا عثمان بيوتي سنتر. قسيمة بقيمة 25,000 من مصبغة جلوب دراي كلينرز. هدية من منتجات خان الصابون بدر حسون. حجاب تقدمة محلات ديفا فاشن ستور. غذاء الملكة تقدمة فراس لالا. قسيمة تجميلية من عدلة بيوتي لونج. حجاب تقدمة محلات لجان شيك. قسيمة تجميلية من سالون بوين فينال. مجموعة من المستلزمات للمطبخ تقدمة جانيتو. حلويات عربية أو غربية تقدمة سويت سبون. حلويات صحية تقدمة نولكال كلينيك. سحور لشخصين من مطعم أبو راغب. هدية من منتجات إلا سو. وأخيراً قسيمة تجميلية تقدمة سالون مارو. نتمنى التوفيق للجميع. رمضان كريم. كل اللي بيعملوا شير لهيدا الفيديو واشتراك بقناة اليوتيوب رح يدخل اسمهم بالسحب، ولتزيد فرصتكم بالربح ما عليكم إلا تضيفوا أصحابكم على جروب المطبخ الترابلسي على الفيسبوك.